تصور إحدى كاميرات المراقبة مشهد غريب. شاب يمشي في الشارع ليلا ويلحق به لص. يبدأ اللص في مهاجمة الشاب من الخلف محاولا نزع حقيبته. ليحدث شيئا غريبا ومرعب. يخرج من جسد الشاب مخلوق غريب ينفصل عن جسده ليدافع عنه. وعند هروب اللص مرعوبا مما حدث يعاود المخلوق الامتزاج بجسد الشاب مرة أخرى. ليهرب الشاب نفسه من المكان تاركا خلفه علامة استفهام. شاهد معي عن قرب حركة المخلوق المفزع. هل يمتلك الشاب قدرات خارقة أم أنه يستعين بالجن؟ عانى رجل كثيرا بسبب زوجته التي تتعرض لمواقف غامضة، ولهذا فكر في مراقبة المنزل بالكاميرات ليرصد موقف مرعب. في البداية اعتقد أن زوجته تمشي أثناء النوم، وأن ذلك قد يكون سبب ما تتعرض له، إذ رصد زوجته تتحرك نائمة وتجلس بهدوء إلى المائدة. لكن لم تمر دقائق حتى بدأ الرعب. تحركت كراسي فجأة بدون فاعل. تزامن ذلك مع ظهور ظل غامض بالغرفة. لم ينتهي الرعب بعد، إذ بدأت الأشياء على المائدة تتحرك نحو الزوجة النائمة. ثم ينغلق الباب في عنف. أشفق على تلك الزوجة عندما تشاهد الفيديو عندما تستيقظ. تعرض هذا الرجل أثناء عمله ليلا لموقف مرعب. بدأ الرعب عندما سمع صوت إنذار بالمكتب. ذهب ليتحقق من الأمر، وعندما لم يعرف سبب الإنذار عاد لعمله معتقدا أن للإنذار سببا لا يعرفه. لكنه سمع أصوات لأشياء تتحطم بالخارج. ذهب ليتحقق من الأمر مجددا، لكن حدث ما هو أكثر رعبا. شاهد معي. هل تعتقد أنه سيذهب للعمل في الصباح التالي؟ هل تستمر في العمل وحيدا بعد الدوام؟ تظهر كاميرات مراقبة أحد الشركات جميع المكاتب وهي خالية ليلا، أو كما كانوا يعتقدون أنها خالية. تبدأ الأحداث المرعبة تتوالى. الكراسي تتحرك من تلقاء نفسها. لاحظ حركة الكراسي. لا أرى خدعة ما. مقابض الأبواب تتحرك بدون فاعل. أنوار المكاتب تعمل من تلقاء نفسها. حتى الأدراج تفتح وتغلق. لذلك أسألك،